هو احنا كنا بنرمي غزل والمركب مال بينا شويه. حاجه انفجرت تحت المركب. المركب عبى ميه. المصيبه كانت بتسرب غاز. انفجرت مره واحده. انفجرت مره واحده كده. كيف مره واحده؟ كان امتى الكلام ده؟ كانت الساعة 2 بالليل تقريبا. الساعة 4 بالليل. 4 كان فيها شوية أطفال. 16 واحد. وثلاثة خدوا مناديل وعم رضا الله هنا. واحد يصعد معانا. كنا من الساعة 4 بالليل لغاية الساعة 9 الصبح في المية. مستنيين حد يجي. في يخت إجي خدني بعد كده يوم 20 متر ولا 30 متر طلعنا عم رضا واقف على حتة خشبة واقف وشاور لنا. رحنا أما شافني جاي طلع معانا. والناس برضه اللي هناك ناس بسم الله ما شاء الله ناس كويسه عامله معانا الوضع كويسين وبخير والناس اللي معانا مفيش حد حصل له حاجه كله الحمد لله كله كويس الحمد لله رب العالمين. بخصوص الحادث بتاع اليوم انا وصلني 8 مصابين 7 حالات فيهم حروق مختلفه وحاله فيها عظام حاله فيها كسر ما فيهاش حرق. السبع حالات الحروق الحالات كلها ان شاء الله هتتم علاجها في مستشفى الغردقه العام بوحده الحروق والتجميل عندنا. الحالات متوسطه وفي حالات جيده جدا ما فيش قلق عليها ممكن تخرج خلال يعني ممكن بكره ان شاء الله حاله او حالتين يخرجهم. الحالات ما فيش خطوره على الحياه الحمد لله رب العالمين. اتعمل لهم اللازم خلال دقائق كانوا موجودين في على الاسره بتاعتهم. عندي حالتين في العنايه اللي عندهم حرق في الوجه عشان بيتلقوا خدمه زياده شويه. باقي الحالات مستقرة وجيدة جدا. بنطمن الأهالي والحمد لله رب العالمين كل الناس قامت بدورها. كان متواجد معنا من اللحظة الأولى طبعا من أول إنذار وصلنا كل القيادات ومعالي الوزير المحافظ بنفسه تواجد للاطمئنان عليهم. السيد وكيل الوزارة كل الجمعيات الأهلية نفسها تواجدت عشان لو في أي حاجة من عزلك الحمد لله رب العالمين الإمكانيات موجودة في المستشفى تعالج الحالات. وانا بطمن الاهالي واحنا معاهم 24 ساعه مفيش قلق باذن الله.